ساعات كتير بنتزنق في حوارات ومش عارفين نخرج منها ازاي. على سبيل المثال لو كان عندنا مثلا حوار سياسي مش عارف تقول ايه والدنيا عماله تشعل حواليك، هقولها كلمه واحده يلا ربنا يولي من يصلح، هتريح دماغك وتهز دماغك في اخرها كده وكانك بتاكد على ان الدنيا تمام وزي الفل، وهو منها تشتري دماغك والموضوع يخلص على خير. لو الحوار ديني بقى هتقول اي جمله كده استناها اقول والله في الاخر الواحد بيقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، ونقول الحمد لله الحمد لله لحد اللي قدامك كده ما يزهق او يكرر هو كمان جمله الحمد لله وينتهي الموقف على خير. لو الحوار رياضي او فني انت عارف طبعا انك هتقول ايه، انت عارف الناس دي بتاخد كام؟ اول ما تلاقي الدنيا كده شعللت ومش عارف تاخد الحق ولا باطل فاقولها، هتلاقي اللي قدامك طبعا ساكت او ان هو يقعد يفكر في الكلام اللي انت بتقوله. لو الحوار اجتماعي تقول بشكل قاطع بص هو ما حدش عارف الخير فين، سواء كان حد بيقول لك هو فلانه وفلان سابوا بعض او اتجوزوا او خلفوا او طلقوا او هاجروا او سافروا، والله لا ما حدش عارف الخير فين. طبعا اكيد كلنا هنقول طبعا ربنا هو الاعلم بالخير فين. اما بقى لو الحوار بين اتنين في ميكروباص يا سيدي، فاول ما تلاقي الاصوات طالعه تقول لهم يا رجاله في ايه صلوا على النبي احنا على طريق، هتلاقي ان الناس كلها تقول عليه الصلاه والسلام، وهنا هتكسب صلاه النبي زي ما الناس بتقول وشويه حسنات وهمنها برضو الحوار يخلص. لو الحوار علمي او طب مفيش فايده غير تقول احنا ما ينفعش غير ان احنا نقول سبحان الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هنا الدنيا هتهدى شويه واكيد هيبقى الامور الطف بكتير. يمكن دي كانت جوله سريعه في ابرز المواقف اللي بتلاقيها في الشارع المصري علشان تقدر تتخلص من اي حوار مش عارف تخلص منه. شكرا ليكم ونقابلكم في حاجه تانيه.